هذا ويعد معرض العطور الذي انطلق بالتزامن مع معرض الجواهر العربية من المعارض المهمة. نعم، وذلك لما يضمه من عطور عربية وعالمية، خصوصا وأن المعرض يجمع كبار صانعي العطور العربية والفرنسية في مكان واحد. ما بين العود والعنبر والبخور يبحر محبو الأناقة والروائح الخلابة بين أروقة معرض العطور، ويستمتعون بكل ما هو جديد طرح خصيصا لمعرض العطور لترضي ذائقة محبي التميز. أفضل المعارض اللي في البحرين والأفخم المعارض بالبحرين معرض المجوهرات. نحن تحرص أطيب المرشود أن تشارك بهذه المعارض، لأنها كونها فيها لكجري، أساس أن براند أطيب المرشود يرتبط باللكجري، فإحنا ارتباطنا بالمعارض هذه ضروري جدا. ما شاء الله مشاركة ممتازة، وأنا أشوف أنها من أنجح المشاركات اللي نشارك فيها في المعارض الدولية بشكل عام، لأنها ربطت ما بين فخامة العطور العربية بنفس الوقت مع المجوهرات العربية، فاستوت فخامة على طيب، يعني شيء فاخر من الآخر. أول مشاركة لنا في البحرين طبعا، شركتنا من 1986، وعندنا أفخم أنواع العود، وعندنا اللبان العماني، وعندنا عطور بخور دخون إماراتية، وأول مشاركة لنا في البحرين. والله العود ما دائما يقارنون يقولون إنه ذهب، فالعود عندكم يعني ما يولعونها إلا في العراس في المناسبات، وما شاء الله يعني في أهل البحرين يحبون العود. ملتقى العطور العربية والفرنسية تقدمها علامات تجارية محلية وخليجية فاخرة وضعت لها اسما في عالم العطور، تجتمع تحت سقف واحد لتبهر عشاق الفخامة ومحبي التميز بمجموعة فريدة من العطور ذات الروائح المتميزة والمرتبطة بالطابع الخليجي. شوفي، صراحة هو معرض المجوهرات والعطور في البحرين يعتبر من المعارض المهمة، المعارض العالمية. ليش؟ لأنه يستقطب يعني من جميع دول العالم، ومعرض من المعارض المختلفة جدا، وتعتبر فيه المنافسة شرسة، يعني شيء خيالي يكون. احنا أمانة ما كنا مشاركين بأي معرض، بس بناء على ان المجوهرات شيء راقي، البخور احنا هم نعتبره من الشغلات الراقية اللي بالكويت أو بالخليج بشكل عام، فعشان كذي احنا حبينا ان نشارك، لأن المجوهرات مع البخور مع العود اثنيناتهم يكملون بعض عندنا من الفخامة. عندنا هني جست بريث، ماركة بحرينية للعطور، وكنا حريصين ان احنا ننتج عطور تناسب المعرض نفسه، معرض الجواهر، وتكون مناسبة حق فخامة المعرض. صناع العبير والروائح الأخاذة حرصوا في هذا المعرض على طرح تشكيلة واسعة من العطور الممزوجة بالزيوت الفرنسية بشكل فخم وأنيق لتتناسب وجميع الأذواق. ما بين الفخامة والرقي يقدم معرض العطور لعشاقه روائح أخاذة ليبحرون ما بين العود والمسك والروائح المتميزة والتي يتم صناعتها خصيصا لهذا المعرض لتلبي ذائقة عشاقها. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.